الصحة والجمال لون جديد للحياة. ابعت لحد بصورة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. جينا 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 وفي عينينا نظرة أمل، نظرة أمل. ناس وقفوا جنبي مكانهم جوا قلبي، لمسة وفاء ليهم، وأنا مهما شفت غيرهم أنا أفضل فاكرهم، ولا عمري حكون نسيهم، ولا عمري حكون نسيهم، ولا عمري حكون نسيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بكم ونظرة أمل جديدة. كل سنة وانتم طيبين. احنا بنقرب من شهر رمضان، ولما نقرب من شهر رمضان كلنا بنحاول نصفي نفوسنا ونتذكر الناس اللي وقفوا جنبنا. ناس وقفوا جنبنا بجد وكان ليهم أثر كبير جدا في تغيير في حياتنا. نحاول نفتكر الناس الحلوة ديت ولو بكلمة ولو باتصال منكم يا مشاهدينا. وهنستعرض طبعا مع ضيفنا الجميل الشيخ عادل كفافي الناس اللي وقفوا جنبه وكان ليهم أثر كبير جدا في حياته. الحلقة إن شاء الله بإذن الله فيها مادة حلوة قوي فنية. كل سنة وانتم طيبين. احنا بنقرب بقى لرمضان وبتحلو بقى ايه الابتهالات وبيحلو الجو الجميل الروحاني اللي طبعا برنامجنا ارتبط بيه ارتباط كبير جدا. احنا بنناقش الجانب اللي هي القضية اللي بنناقشها في الحلقة الى جانب الجانب الفني طبعا اللي الناس اتعودت انها تتابعه من خلال البرنامج. اتصالاتكم بتبقى مهمة جدا. اللي عايز النهاردة يفتكر الناس اللي وقفوا جنبه بجد وكان ليهم اثر كبير جدا في حياته ونقطه تحول في حياته، اقل حاجه النهارده يقول لهم لمسه وفاء ويشكرهم على الهواء مباشره. اتنين بقى اللي عايز يسمع حاجه مخصوص من المبتهل الجميل الكبير الاستاذ عادل كفافي، الراجل مرحب جدا جدا وان شاء الله باذن الله. وبرضه بنسمع اصواتكم من خلال البرنامج عشان يبقى عندنا امل ونديكم نظره امل ان شاء الله باذن الله ان انتوا تتحفزوا، واللي عنده صوت جميل جدا جدا ان شاء الله باذن الله يكون معانا ان شاء الله في حلقاتنا نظره امل. اهلا بضيفنا الجميل، وانا اسف للمقدمه الطويله لكن حبينا ايه نوري المشاهدين موضوع حلقتنا النهارده. اهلا وسهلا. اهلا استاذ حسين. النهارده انت نيو لوك جديد خالص، يعني انت كده عملت كل الايه الحاجات، مره قميص وبنطلون ومره البدله ومره الجلابيه. ايه التنويع الحلو ده؟ يعني ما التغيير مطلوب. النهارده بقى قلت اجي بالجلابيه والقفطان كده. يعني تستعد رمضان من دلوقتي يعني. يعني عشان اوري برضه مشاهديني وحبايبي ان انا برضه على تم استعداد يعني. جلابيه القفطان حاجه مرحرحه كده جميله يعني. مرحرحه. المرحرح ده اللي هو بيتاكل في البلد، عارف المرحرح؟ طبعا. اللي هو بيسموه يعني بني سويف والمنيا واسيوط البتاو. البتاو والعيش الشامي والعيش الشامي والحاجات اللي زي كده. انا جميل. احنا فلاحين برضه. جميل. احنا فلاحين والفلاح دايما فلاح. بينجح ان شاء الله باذن الله في شهر رمضان اللي جاي هنشوف اكبر كميه باذن الله من البرامج اللي فيها فلاحين وفيها صعايده، عشان بنوري مصر ان الصحه والجمال هي مش لاهالي القاهره ولا كده، انما هي لكل المصريين ولكل العرب ان شاء الله باذن الله. هتشاركونا ان شاء الله باذن الله في قناه الصحه والجمال في شهر رمضان. احنا بدانا مبكرا، ولكن هنسالك بقى عن الناس اللي وقفوا جنبك وكان ليهم اثر كبير جدا في حياتك. مع كل فصل ابتهالات هنستعرض نوعيه من الناس اللي فعلا وقفت جنبك وكان ليها اثر كبير جدا في تحويلك يعني. نبدا بمين؟ والله هو انا طبعا لا يمكن انسى ست الحبايب. ست الحبايب اول هام عندي. واول بند في قلبي، مش هقول في اجندتي. اول بند في قلبي هي ست الحبايب طبعا. جزاها الله خير وربنا يا رب يجعله يا رب في ميزان حسناتها، وربنا يا رب يجعلها في يجعل لها في كل خطوة مشيتها في سبيل إنقاذ كف البصر اللي هي اللي هم طبعا عرفوه بعد سنة وشوية ولا وأنا داخل على السنتين من عمري. هي اللي حفزت والدي وهي اللي قالت له إن احنا لازم
يعني ايه نجري بيه، نجري ونعمل مجهود ونشوف، والامل عند ربنا كبير. كويس. فانا والدتي طبعا لا انسى فضلها، وفضلها بعد ربنا سبحانه وتعالى لا يعد ولا يحصى ولا يعني انا مش عارف اقول ايه والله، انت فاجئتني بالسؤال ده الاول. تمام يعني. تمام. لكن هي المحطة، هي المحطة الأهم في حياة كل إنسان، هي الأسرة والوالدة تحديدا يعني. بتبقى الناس اللي وقفوا جنبه، ولازم يبقى في لمسة الوفاء اللي احنا بنقدمها من خلال برنامجنا النهاردة. وطبعا المشاهدين لازلنا برضو بنقول اللي لسه يدوب 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 بيحول وفجأة لقانا، فاحنا بنقول له ان موضوع حلقتنا النهاردة ناس وقفوا جنبي. يا ترى مين اللي وقف جنبك؟ يا ترى مين اللي وقف جنبك وأثر في حياتك؟ إن شاء الله بإذن الله بنحب نشوف آرائكم واتصالاتكم على هذا الموضوع، وأهلا وسهلا بيكم. شربت طبعا بقى أنت الشاي الحلو الجميل. خلاص النهاردة هنكون صايمين، كل سنة طيبين. والحلقة وهي بتتعد يوم السبت هيكون الناس إيه ده؟ يعني السبت صايمة. اللي جاي لسه هنستعد برضو بالصيام، يعني في ناس برضو بتبتدي من دلوقتي تعمل بروفات لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. عاوزين بقى نسمع منك كده بقى حاجة حلوة ترطب على نفوسنا الجميلة، والمشاهدين اللي هم دلوقتي عاوزين يتذكروا الناس اللي وقفوا جنبهم هيتصلوا بينا ان شاء الله بعد الابتهال ونشوف ارائهم ايه في الموضوع. من الدار للنار كده على طول؟ من الدار للدار. طيب خير خير ماشي. هو الاول طبعا انا بقول لكل مشاهديني كل عام وانتم بخير. بمناسبه هلول شهر رمضان المبارك، وكل اصدقائي اللي قاعدين بيتفرجوا عليا دلوقتي. وطبعا اهم كل سنه وانت طيب، بقول للحاجة والدتي الحاجة رضا السيد محمد كفافي، وطبعا أنا بعتز دايما بوالدتي واعتز أن أنا أقدمها لكل الناس. نعم. بقول لها كل سنة وانت طيبة، والابتهال الجاي ده إهداء شخصي ليها بقى. الله، ناس وقفوا جنبي. تمام. احنا هنسمع. مجيب السائلين، مجيب السائلين، حملت ذنبي وسرت على الطريق، وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظر رضاك، ورحت أدق بابك، ورحت أدق بابك مستجيبا ومعتذر ومنتظر رضاك، دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك، وتبت إليك توبة من تا
تراه من تراه غريقا في الدموع غريقا في الدموع غريقا في الدموع ولا أراك. الله 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 الله. خدتنا معاك وذكرتنا طبعا بنموذج من أروع المبتهلين الشيخ نصر الدين طبار والحنية بتاعته الجميلة. مشاهدينا طبعا اللي برضو لسه بينضم لينا النهاردة، حلقتنا النهاردة واقفين جنبي، ناس وقفوا جنبك في حياتك، أثروا في حياتك، غيروا من اتجاهك، كنت رايح في اتجاه ورحت لاتجاه أفضل، وأكيد أنت مش ناسيهم. طبعا رأيك يهمنا جدا، ولو أنت عايز تكلمنا وتقول لحد على الهوى أنا أشكرك لأنك وقفت جنبي، ده طبعا بنرحب بيه. الابتهال جميل جدا، وخدتنا معاك للأجواء الجميلة الحنونة مع مبتهل طبعا كلنا طبعا بنحب نحفظ له، الشيخ نصر الدين طبار. كان محطة مهمة قوي في حياتك يا عادل. طبعا طبعا طبعا. أنا قلت في حلقة قبل كده أن الشيخ نصر الدين يعني علم في حياتي من منذ التاسعة من عمري. طبعا يعني أول من تدربت على والد الابتهالات معاه هو الشيخ طبعا، سيدنا الشيخ نصر الدين طبار. نعم. علم في حياة الجميع، والحقيقة يعني الإنسان السميع أولا اللي يقدر يعني هو الأول، أول ما بيسمع صوت حنون زي صوت الشيخ سيدنا الشيخ نصر الدين طبار الله يرحمه. نعم. طبعا بيقول إيه، بيحس إن هو قلبه رفرف وطار على إنه يسمع أعمال الشيخ كلها. الله. فما بالك لما يكون راجل سميع عنده ودن. نعم. وعنده برضه صوت. تخيل كده معايا ايه اللي يحصل عندما يسمع صوت الشيخ سيدنا الشيخ نصر الدين لاول مره. نعم. في اذن هذا الرجل. جميل جميل. بنروح بقى معاك برضه احنا قلنا طبعا في لسه طبعا بيتابعنا ان المرحله الاولانيه الناس اللي وقفت جنبك الام طبعا، ودي طبعا انت ذكرتها اول حاجه. طبعا طبعا. طبعًا. مين الشخصيات بقى الثانيه اللي يعني تاخد المركز الثاني وبقوه من الناس اللي وقفت جنبك؟ طبعا والدي الله يرحمه. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وصانا نعمل كده. نعم. اولا قدم الام على الوالده على الوالد يعني. نعم. ولكن والدتي فعلا بلغت يعني عملت معايا مجهود كبير قوي في ان انا ارى الدنيا. ولكن الحمد لله الذي جعلني ارى الاخره، الحمد لله رب العالمين. والدي طبعا محمد كفافي كان شخصية بسيطة جدا من شخصيات كفر حكيم يعني اللي هي منطقتنا. كان رجل بشوش الحقيقة، أنا ورثت منه خفة الدم ورثت منه الصبر والكفاح والحقيقة يعني هو طبعا تكاتف معايا في حفظ القرآن أولا. نعم. وبعدين تعليمي الحمد لله رب العالمين. نعم. والدي كان معايا في حفظ القرآن مع المشايخ، كان هو دايما اللي بيراجع لي وهو اللي بيسمع لي وهو اللي بيذاكر لي لو احتجت مثلا ان انا اقرا حاجه مثلا معينه في كتاب. والدي الله يرحمه كان جيد جدا للقراءه يعني، ما شاء الله ما شاء الله كان بيقرا كويس قوي يعني. تمام. وكان برضه عنده ثقافه ما شاء الله، وكان عنده نظره في القرايه يعني، الشيء اللي انت بتقراه ده كويس، الشيء اللي انت بتقراه ده مثلا ايه، طب انت عايز تعرف منه ايه ده، انا شايف انه مش ولا بد يعني. فانا طبعا كنت بشرح له وجهه نظري، احيانا كنا نتفق واحيانا كنا نختلف، ولكن والدي وقف جنبي كتير الله يرحمه ورحمه الله عليه. نعم. رحمه واسعه يا رب يا رب، وربنا يسكنه فسيح جناته. طيب، يبقى المحطه الثانيه المهمه جدا كان الوالد. ولكن المشاهدين طبعا بيبقى عطشانين جدا جدا، لان دي فرصه جامده جدا جدا ان احنا نسمع النهارده مبتهلنا الجميل الشيخ عادل كفافي، وهو بيمتعنا بروائع الابتهالات وروائع الاصوات اللي هو طبعا حبها
واحنا طبعا الحلقة اللي فاتت كنا معاه استمتعنا برضو بأدائه في تهليات الشيخ نصر الدين طبار أو الشيخ محمد عمران، وهو بيختار لنا فعلا نماذج منتقى وجيدة جدا جدا ان احنا نستمتع بيها مع الصوت الجميل عادل كفافي. ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله بإذن الله، وان شاء الله بإذن الله هنعرف بقى المحطة الثالثة ان شاء الله بإذن الله من الناس اللي وقفت جنبه، ولكن بعد طبعا ما نسمع لابتهال حلو احنا بنتعبه معانا، ولكن ده حق المشاهدين عليك ان هم يستمتعوا باكبر كم منك من الابتهالات الجميله. تحت امرهم، تحت امرهم، ما نقدرش طبعا نقول لا. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. يا إله العالمين، يا حنيني دائم، حنيني دائم، والقلب شاك عليل، سال دمعي يا إلهي، ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل، غربتي نجوى، غربتي ونيران شوق وأسى باك وليل طويل، غربتي نجوى باكٍ وليل طويل، وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل، وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. الله 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 الله، ايه الاداء الحلو الجميل الناعم. انت النهارده متسلطن بسم الله ما شاء الله، وفعلا الناس اللي وقفت جنبك حاسس ان في حاله رضا عليك باين في ادائك الجميل النهارده الممتع للمشاهد. طبعا اكيد بيستمتع معانا النهارده بالاداء الجميل، وطبعا اكيد في ناس بتبقى صايمه النهارده كده فبتسمع الجو الحلو ده،
وبيجري ريقها بقى على ايه، على انها تسمع اكتر حبيبي. واكتر ان شاء الله حبيبي. باذن الله حبيبي ما اقدرش اتاخر عنهم ابدا، ربنا يخليك. وانا طبعا اسمحوا لي نسيت في الاول اقول ان الابتهال ده اهداء لوالدي. انا لاحظت فوجئت بان الاستاذ محمد بيفاجئني بيقول لي هتسمعنا فاصل دلوقتي من الابتهالات من غير اي تمهيد، فنسيت اهدي الابتهال ده لوالدي رحمه الله. جميل. طبعا انا بهديه لكل اعزائي وكل حبايبي اللي بيشوفوني دلوقتي، ولكن معلش سامحوني ابويا اولا. جميل جميل. ما اقدرش. جميل. طبعا برضو لازلنا بنكرر ان حلقتنا النهارده موضوعها ناس وقفوا جنبي، ناس وقفوا جنبك اكيد أثروا في حياتك وكان ليهم نقطة تحول، أنت كنت ممكن تكون رايح لاتجاه والناس اللي وقفت جنبك دي شخص ما بتقول له أشكرك جدا أنت غيرت اتجاه حياتي. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة، وطبعا بنسعد بمشاركتكم الجميلة. المحطة الثالثة والمهمة جدا في حياة متهمنا وقارئنا الجميل عادل كفافي، الناس اللي وقفت جنبك وأثرت في حياتك، هنعرف مين هو صاحب المحطة الثالثة. والله يا سيدي ظهر المحطة الثالثة دي ليها ناس كتير قوي، لأنه الحقيقة طبعا المحطة الثالثة ياخدها في المقام الأول مشايخي، مشايخي ومدرسيني، وطبعا جميل جميل المشايخ طبعا لهم فضل عليا، بعد أبي في تحفيظي للقرآن الكريم، أو يعني أو في المش يعني طبعا هو والدي شارك معاهم ولكن هم الأساس في التحفيظ. طبعا انا المفروض ليا عده مشايخ من عندنا، من كفر حكيم سيدنا الشيخ الله يرحمه غالي كسبر، سيدنا الشيخ رحمه الله الشيخ محمود سباعي، سيدنا فضيله الشيخ ابرواش القهاوي، دول هم المحطات بتاعتي الحقيقه الثالثه بعد والدي في الفضل عليا في تحفيظ القران الكريم. والحقيقه جهدوا معايا كتير، لان طبعا وحضرتك عارف حفظ المكفوفين، تحفيظ المكفوفين غير تحفيظ المبصرين، ده بياخد مجهود كبير قوي. فطبعا المجهود هم بذلوه معايا هم ووالدي الله يرحمهم رحمه الله. جميل. يبقى اذا المحطه الثالثه طبعا بيشترك فيها ناس كتير جدا جدا، وطبعا بتخص منهم المدرسين اللي درسوا لك او المشايخ طبعا اللي حفظوك القران، وده وفاء جميل جدا جدا ليهم طبعا. يا مشاهدينا طبعا الوفاء جميل جدا، ان الانسان دايما يبقى فاكر ناس معينه ولا يمكن ابدا انه هينساهم ابدا. بنتابعك معانا، ولكن الشوق للسمع جميل جدا، واحنا بين محطه ومحطه المشاهدين بيستمتعوا معانا بادائك الجميل النهارده المقنع جدا جدا، يعني بسم الله ما شاء الله. طب حاجه سؤال حاجه طيب تفرح قبل ما تنقل للفاصل، طيب هي المحطه دي ليه قصيره كده، ولا الرصيف هو اللي زحلقنا كده؟ هي المحطه دايما قبل عشان دايما عجلات البرنامج سريعه، ومخرجنا ممكن يفاجئنا يقول لنا مثلا ناقصنا ربع ساعه ناقصنا، فاحنا بناخد اكبر عدد من المحطات سريعه. وبرضه زي ما اقول كده المشاهدين، حق المشاهدين ان هم بين كل محطه ومحطه عشان يستنوا المحطه اللي بعدها بيسمعوا فاصل جميل من الابتهالات. وانت النهارده رايق ورايق قوي كمان بسم الله ما شاء الله، نمسك الخشب وكل الادوات الجميله جدا عشان مشاهدينا. أيوة فعلا بيستمتعوا بوجبه حلوه جدا. جايين تحسدونا ولا جايين تقدمونا بقى؟ الاثنين مع بعض. طيب مفيش خشب هنا في الانتريه ده؟ لا لا في، انت قاعد على انتريه خشب. طب اهو اهو انا مسكت خشبه من تحت اللي لحقته. جميل جميل. اللي شفته يا دوب. نمسك الخشب. هنسمع بقى منك برضو ابتهال جميل جدا، وان شاء الله باذن الله لحد ما نستعد للمرحله أو المحطة الرابعة، وأكيد هيكون فيها مفاجآت حلوة جدا يا مشاهدين. يا مالكا قدري وقدرك ليس يدركه سواك، يا خالق يا خالقي حبي لذاتك ليس يعلم سواك، وإذا احتجبت جلالة فبعين حبك أراك، وإذا احتجبت جلالة
فبعين حبي كم أراك، فارحم من الأشواق قلبا، فارحم من الأشواق قلبا، فارحم من الأشواق قلبا، فارحم من الأشواق قلبا، كم يحن إلى لقاك. الله الله، فارحم من الأشواق قلبا، جميل. القلب المشتاق مشتاق. نوصل معاك للمحطة الخامسة، في الرابعة ولا الخامسة؟ دي الرابعة. الرابعة دي الرابعة. انت حيرتني معاك بالأداء الجميل النهاردة، بسم الله ما شاء الله الرائع الفياض. تحت أمرك. المحطة الرابعة أكيد جدا، في ناس حاطين إيديهم على قلوبهم يقولوا يا ترى احنا في المرحلة الرابعة عند عادل ولا في المرحلة الخامسة؟ الله يكون في عونك، الله يكون في عونك، الله يكون في عونك، وهنعرف مين بقى المحطة الرابعة، الناس اللي وقفت جنبك. طيب، هو أنا هاخد في المرحلة الرابعة، معلش سامحوني. أخي العزيز الكريم، واسع الكرم، والحقيقة هو يعني شيخ من المشايخ اللي هم الحنينين قوي، وإنسان أنا ما لقيتش بعد كده إخلاص. نعم. لأن إحنا كنا برضو طلبة زي بعض، وبالرغم من إن إحنا كنا طلبة، ولكن هو كان خايف عليا. طبعا لما ختمت أنا القرآن، كان فضيلة الشيخ أيمن القهاوي هو اللي بيشغل بقى المحطة الرابعة. طبعا هو كان صديقي وكان قريب جدا من والدي رحمه الله، فقال له أنا شايف يا عم الحاج محمد إن أنت تدخل ابنك معهد القراءات. وكان للأسف الشديد في الوقت ده معاهد القراءات أو ما شابه ذلك من الأسامي من المسميات يعني، كانت تبعد عن كفر حكيم مسافة. احنا عندنا كان معهد القراءات في الخزندرة شبرا، ده اقرب. هو الاشهر يعني. هو الاشهر وهو اقرب معهد الينا دلوقتي يعني، كان في 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 في, في ذاك الاونة. فطبعا والدي لقى المشوار بعيد، طبعا والدي يعني متفرغ، يعني مش متفرغ لان طبعا اكل عيش وتربية الاولاد اللي هم اخواتي طبعا وحبايبي. فطبعا على قد ما انا كنت بشغل وقت، على قد برضه ما كانش في وقت تاني هشغله أكتر من كده مع الوالد رحمه الله. هو طبعا كان بيبذل قصارى جهده، ولكن جزاه الله خير يعني. فالشيخ أيمن نصحه إن أنا أمتحن وأخش معهد القراءات، فلكن الحقيقة والدي ما استطعش يعني، جهد يعني وبذل مجهود لكن ما استطعش. فالشيخ أيمن تولى مسؤوليتي في تعليمي التجويد. درس لي التجويد، هو أول من درس التجويد الشيخ أيمن. بعد كده طبعا درست تجويد فضيله الشيخ باشمهندس اسامه احمد كفافي. ده عمي اخو والدي رحمه الله. طبعا درست معاه التجويد بعمق، ولكن الشيخ ايمن كان بيبذل طبعا مجهود. بالرغم من انه كان طالب وكان كمان يعني احيانا بيشتغل جنب تعليمه، عشان مثلا طبعا انت عارف بيجتهد. بيجتهد لانه كان يتيم الاب رحمه الله، والده برضه. فكان بيكافح دايما مع اخواته عشان يقدر يتعلم ويساعد نفسه، وده طبعا شرف لي انا. ما اقصد ان انا عيب فيه ولا اي حاجه. هو شرف لي. ولكن الشيخ ايمن فعلا جزاه الله خير، هو اول من علمني التجويد. ثم انتقلت الى مرحله عمي اسامه. تولى مسؤوليه برضه تعليمي التجويد بعد كده. الحقيقه كان عامل مقرأه صغيره بتضم اهل العائله، لان احنا طبعا عندنا العائله الحمد لله الاغلبيه متعلمين بفضل الله. جميل. فكان بيدرس لنا التجويد والقرآن الكريم. طبعا أنا كان العلم ده كان كنت درسته قبل كده مع الشيخ أيمن زي ما أنا قلت، فما كانش غريب علي، ولكن اكتسبت بعض المهارات برضو من عمي وحبيبي المهندس أسامة كفافي، وبرضو هو شارك الشيخ أيمن في العمل الجميل ده، فممكن برضو هو كمان ياخد المرحلة الرابعة، لأن طبعا ده عزيزي وطبعا أنا بعزه جدا يعني. أكيد في ناس مستنيين يقولوا يا ترى إحنا أسامينا هتيجي في المرحلة الخامسة ولا البرنامج هيخلص؟ يا ترى هنشوف مع عادل كفافي الناس اللي وقفوا جنبه وأثروا في حياته، ولكن بعد طبعا ما نسمع لفاصل من الابتهالات الجميلة، وفي انتظار إن شاء الله بإذن الله المحطة رقم 5. طيب
الفصل اللي جاي ده اهداء لاصدقائي لان طبعا المرحله الخامسه شارك فيها من اصدقاء ما تحرقهمش بقى خلينا مستنيين خلينا متشوقين ليهم طيب. بس هيبقى المره دي فصل صغير عشان ايه نلحق كمان نعد الاسامي يا مخرجنا بيقول فاضل 4 دقايق واحنا مش هنتضايق يلا يبقى الفصل في دقيقتين لك انت وحدك يا الهي نسجد لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك العليا نلوذ ونشهد الكون سبح في جلال عاشقا والطير بسم الله والطير بسم الله طبعا جميل كان فاجئتنا صغير عشان ايه طبعا المحطه الخامسه هناخدها طبعا سريعا وان شاء الله باذن الله نقفل برنامجنا ان شاء الله باذن الله على كل خير طيب المرحله الخامسه او المحطه الخامسه نعم شارك فيها اول من شارك كان الاستاذ هشام مصطفى محمد يوسف عليه رحمه الله ده كان مدرس عندنا في الاعدادي وثانوي في المعهد الاعدادي الثانوي كفر حكيم نعم هو اللي اشار عليا بتعليمي للكمبيوتر وتعليم برايل تمام جميل. وطبعا وقف جنبي في تعليم البرايل طبعا انت استضافته قبل كده الشيخ مسعود فهيم اللي هو المصين الجيد الجيد جدا للدش وطبعا كانوا كمان من ضمن المرحله الخامسه من ضمن اصدقائي وحبايبي استاذ عبد المنعم الباشمهندس عبد المنعم محمد احمد ده من عندنا هو عبد المنعم محمد احمد زي اسمي بس هو طبعا اخي بس مش اخ من اب وام تمام ولكن هو اخ اعظم طبعا لانه كان بيساعدني في القراءه وكان بيوجهني دايما ان انا اقرا في الادب والشعر وان انا اختار النصوص اللي انا احب اقراها وطبعا كان من ضمن برضو اللي يعني الناس اللي شاركت في ضمن وقفوا جنبي الناس اللي وقفت جنبي استاذ سمير محمد احمد بكر طبعا برضو عبد المنعم محمد احمد استاذ سمير محمد احمد يعني كلها اسامي طيبه والله استاذ خميس حمدي من الناس برضو اللي وقفوا جنبي كتير وارشدوني ونصحوني استاذ شحات فاروق وكتير والله منهم من اصدقائي يعني انا عشان ما انساش حد كلهم حبايبي واعزائي وكلهم يعني انا بحبهم جدا في الله وربنا اللي يعلم والله والله ربنا اللي يعلم بالتاكيد يا مشاهدينا في ناس وقفوا جنبك في ناس وقفوا جنبي في ناس بس انا برضه واقف جنب الناس عادل واكيد طبعا حد هيجي معانا في حلقات وهيقول ان عادل وقف جنبي مشاهدينا هل يا ترى احنا وقفنا على كده لا ان شاء الله باذن الله مصممين اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله ان احنا نستضيف ان شاء الله باذن الله الشيخ عادل وهيكلمنا عن ناس اكيد كتير جدا وقفوا جنبه النهارده ما يزعلوش مننا لان طبعا انت عشان تحصر كل المجموعه دي كلها ولكن ان شاء الله باذن الله هنكمل معاه ان شاء الله باذن الله سلسله الناس اللي وقفوا جنبه لان اكيد بعد ما هيخلص الحلقه هيفتكر ناس هيقول ياه انا ازاي ما قدمتهمش ما تزعلوش لا كلهم اكيد حبيب. اكيد ان شاء الله باذن الله هيتكلم عليكم في حلقات جايه حلقتنا بتخلص النهارده ونقولها بقى انا وانت كده ناس وقفوا جنبي مكانهم جوا قلبي لمسة وفاء ليهم وانا مهما شفت غيرهم انا هفضل فاكرهم ولا عمري هكون نسيهم ولا عمري هكون نسيهم عمرنا ما هنكون ابدا ناسينكم ابدا العمل جماعي نشكر الاستاذ جمال عبد العظيم نشكر الاستاذ فهد نشكر مخرجنا الجميل الاستاذ هاني سعد نشكر مخرجنا المنفذ النهارده ان شاء الله باذن الله احمد عبد رب الرسول سيد العدوي نشكر الصوت الجميل اللي معانا النهارده بحراوي احمد بحراوي كل التحيه لمشاهدينا كل التحيه للي تابعونا النهارده كل التحيه اللي حاولوا يتصلوا بينا ما وصلوش
لينا. انا بحييهم وانا كمان معاك، واحنا بنحييهم جميعا ان شاء الله باذن الله. وناس وقفوا جنبي نظره امل جديده ان شاء الله باذن الله. هنقابلكم بعد رمضان ان شاء الله باذن الله، ولكن احنا معاكم ان شاء الله باذن الله في برنامج اسعافات ان شاء الله. برنامج هيكون جميل جدا 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 في رمضان. يعني شرفوني ان انا هقدم 4 حلقات، يا رب ان شاء الله باذن الله نكون ضيوف خفيفه عليكم يا مشاهدينا، والصحه والجمال تلبي كل امانيكم. تحياتنا ونظره امل عمرها ابدا ما بتموت ان شاء الله باذن الله. انتظرونا وحلقه جديده ونظره امل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.